انتقام. سأجعل توغاي وكلابه يتقيؤون دما. نقسم على ذلك، نقسم على ذلك، نقسم على ذلك. لكنكما ستدفعان ثمن لعبتكما هذه. بهذين السيفين سأنتقم لسيدي بامسي أولا، وبعد ذلك سوف أنتقم لخداع جيركوداي. ماذا ستفعل بهما أيها المجنون؟ الانتقام بشكل يليق بشرف هذين الشجاعين هو دين في رقبتي. أوه، ما الذي سأفعله بكما؟ ما الذي سأفعله بكما؟ ما الذي سأفعله بكما؟ جيركوداي. بسم الله الرحمن الرحيم. ابنتي العزيزة، ابنتي مالهون، لقد شهدت على زفافك والحمد لله، ولقد تزوجت من سيد شجاع، وأتيت إلى قبيلة ذات أصل وشرف. فقولي لي الآن، هل كل شيء بخير؟ لقد جئت إلى قبيلة لها سيدة، فلم أنتظر أن يحصل كل ما أرغب. يا ابنتي، في الدنيا هناك نوعان من البشر، الأخيار والأشرار، وإن عداوة الأشرار وكراهيتهم لا تنتهي أبدا، فالظلمات التي في قلوبهم هي التي تنمي العداوة. وبالنسبة للأخيار لا يوجد حقد أو كراهية، وعداوتهم مؤقتة لأن قلوبهم نقية، والقلوب النقية لا تحتفظ بالعداوة لوقت طويل. ابنتي الجميلة، إنني أكفلك، أعلم بأن قلبك نقي. وأما السيدة بالا فلا يخرج عود أعوج من تكية أديب علي ابنتي، لكن نحن أخطأنا الطريق وخرجنا عن وعدنا الذي قطعناه ودفعنا الثمن. أستغفر الله يا أبي. بلى، وقعنا في غفلة. أديب علي هو نور الأتراك، ابتعدنا عنه فوقعنا في غفلة. باختصار ما سأقوله هو